خلي نشوف استاذ جمعه شو يقول بعمليه قصف قاعده فيكتوريا في مطار بغداد واصابه الكتف احد اكتاف المدرج المدني وبالتالي يعني ما اثرت على حركه الملاح. كل العمليات التي استهدفت الوجود العسكري الامريكي في العراق بدون تبني فصائل المقاومه فهي بريئه منها. حتى بالمناسبه محيط المطار عندما استهدف اثناء زياره بازشكيان الاجهزه الامنيه حددت الاطراف. ما تقولون للناس من هي هاي الاطراف؟ ليش ضامنين؟ افترض الحكومه تتحدث، يعني افترض الاجهزه الامنيه تتحدث. اطراف او جماعات غير منتميه لاي فصيل من فصائل المقاومه. وعندما تقوم فصائل المقاومه فهي تفتخر تقول استهدفنا، كما قامت قبل اشهر باستهداف قاعده عين الاسد او مثلا في ايلات او في غيرها. لحد الان اكو انسجام جيد الى حد كبير ما بين السيد رئيس مجلس الوزراء قائد عام قوات مسلحه وما بين فصائل المقاومه. واعتقد ان الاتفاق الاخير اعطى حاله من الاريحيه لدى فصائل المقاومه بانها سوف تبقى ملتزمه. لكن تداعيات الحرب ربما هي التي تفرض نفسها. يعني بكره اذا ما حصلت حرب شامله لا العراق يستطيع ان يضبط اجواءه ولا الاردن ولا حتى دول الخليج تستطيع ان تضبط اجواءها ولا حتى وضعها الداخلي. بالتالي تصبح الحكومه العراقيه كبقيه الحكومات الاخرى ايضا في حل من كل اتفاق، لانها لا تستطيع، مو فقط العراق، حتى بقيه الدول الاخرى في سوريا في الاردن. الاردن الان هي ايضا من ضمن الجهات ربما التي يعني سوف يطالها تطالها الحرب. وحتى دول الخليج بالمناسبه، دول الخليج انا اتصور هي اضعف منطقه رخوه في الحرب الشامله، لانه بالوقت اللي والعراق جزء من هذه القضية، بل هو جزء أكبر من هذه القضية. لا قصدي أنه العراق بأرض صليبة إذا صارت حرب شاملة ورفوة أقل من رفوة. الكل أقول لك لا تستثني أحد. أحيانا عندما تكون حرب شاملة تخرج الكل من ضبط النفس، بمعنى لا الحكومة العراقية تستطيع أن تسيطر ولا الأردن يستطيع أن يسيطر ولا دول الخليج تستطيع أن تسيطر على أجوائها أو على مياهها أو على مصالحها. حتى مصالحها الخاصة ما تستطيع.